يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض القنوات الفضائية الإسلامية يمثل مشهد أن إمام يكبر للصلاة ثم تسمع نغمة الجوال خلفه فيلتفت للمصلين، ثم تجيء عبارة اخشع في صلاتك، هل يجوز مثل هذا الفعل؟ والله اليوم كل شيء صار يسمى إسلامي، أناشيد إسلامية وقنوات إسلامية ومدري وأغاني إسلامية ويلا كل شيء يسمى إسلامي، فهذا من العبث، هذا من العبث في الصلاة، والصلاة لا يمثل بها، ما تحط تمثيلية. نعم. يقول فضيلة إذا أردت أن تنهى عن هذا الفعل انهى عنه بدون هذه التمثيلية، قل يا أخواني لا يجوز فتح الجوالات وقت الصلاة أو داخل المسجد بدون أنك تعمل تمثيلية. نعم.